فيروس كورونا شاغل بال العالم، لا يمضي يوم إلا ونسمع أخبارا عن ارتفاع عدد المصابين به وعدد الوفيات وكذلك عدد الدول التي يصلها الفيروس. في المنطقة العربية أربع دول أعلنت في يوم واحد عن وصول فيروس كورونا إليها، ثلاث منها قالت إن المصدر هو إيطاليا. المغرب أعلنت السلطات عن تسجيل أول حالة مؤكدة بالفيروس، وقالت أن المصابة مواطن مغربي مقيم بإيطاليا، وأوضحت أن حالته الصحية مستقرة وأنه يخضع لعزل صحي بمدينة الدار البيضاء. في تونس المجاورة، وزير الصحة أعلن عبد اللطيف المكي تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، وهو مواطن تونسي عائد أيضا من إيطاليا. الأردن ذكرت وزارة الصحة فيها عن تسجيل أول إصابة بالفيروس لأردني أيضا قادمة من إيطاليا، وتحفظت السلطات على شخص آخر ووضعته قيد الحجر الصحي. أما المملكة العربية السعودية فهي الدولة الرابعة التي تعلن عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا، وقالت وزارة الصحة أن المواطن السعودي كان قادما عبر البحرين من إيران. من جانب آخر، أعلنت قطر حظر دخول المصريين إلى أراضيها بشكل مؤقت بسبب الفيروس، كما حظرت هيئة الطيران المدني القطري قبول جميع المسافرين القادمين من مصر عن طريق نقاط وسيطة، بما في ذلك حاملي الإقامات السارية المفعول بدولة قطر باستثناء المواطنين القطريين. وفي الكويت أوقفت وزارة الداخلية إصدار جميع أنواع التأشيرات لأبناء الجالية المصرية حتى إشعار آخر، بالإضافة إلى أبناء سبع دول أخرى مثل إيران والعراق وغيرها. فيروس كورونا كان سبب في إحراج المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فعقب قمة عن الهجرة جاءت ميركل إلى مؤتمر صحفي، وعندما حاولت مصافحة وزير الداخلية هيرست سيوفر رفض هيرست المصافحة، فسحبت يدها بروح رياضية وضحكت ولم تسلم على أحد في القاعة. ووصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 188 حالة. أما في الأردن فاجتمع مجلس النواب وأصدر بيانا بخصوص كورونا، حيث طالب المجلس الأردنيين بتجنب التقبيل في المناسبات والتجمعات العامة، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا وحفاظا على السلامة العامة.